كنت بكلم المستشار بهاء ابو شقه، قال لي الدكتور فؤاد بدراوي هيدخل يتكلم معاك، وقال لي الحقيقه احنا طلعنا بيان و32 واحد من اصل 40 او 50 بالاغلبيه وخلاص، واحنا هندخل القائمه الوطنيه الموحده. كل المساله ان هم عارضين علينا 21 مقعد، انما احنا عايزين 25 يعني. وبعدين الاحزاب الثانيه في ناس كثيره جدا من مستقبل وطن فوجئوا بان هم مش موجودين ولا في الفرد ولا في القائمه. في مساله حاجات غريبه، القائمه دي كانت في الشورى 11 بقت دلوقتي 16، في حاجه مش مفهومه يا استاذ محمود. لا هو نمره واحد، يعني انت اغنتني عن كلام كتير كان ممكن اقوله، حضرتك قلته في المقدمه قبل الفصل عن المشهد السياسي بشكل عام، هو مشهد ضبابي ومشهد في حاله ارتباك شديده جدا بعكس ايام الشيوخ، واحنا نبهنا لهذه المساله ودي برضو تداعيات. يعني هي نمره واحد تاجيل اعلان القائمه حتى الان والانتهاء منها، سببها الازمه بتاعت حزب الوطن. القائمه الموحده هي 12 حزب مش 16، يعني لن تزيد عن ال 12 اللي هم حضروا المؤتمر الصحفي واتفقوا معاهم واعلنوهم، وبالتالي لا يوجد حتى هذه اللحظه اي اضافه لاحزاب اخرى داخل القائمه الموحده. ازمه الوفد، والوفد يعني رجل بره ورجل جوه، يعني شويه في القائمه لا شويه، لانه عنده ازمه كبيره يا قوي. يعني انا دلوقتي عايز افهم الوفد هيدخل القائمه ولا مش هيدخل، لان انا كل ساعه بخبر وكل مجموعه بكل حاجه. الوفد هيدخل القائمه حتى لو خد 10 كراسي هيخش القائمه. حتى لو خد 10 كراسي طالما هذا اتجاه رئيس الحزب والسكرتير العام والنواب اللي في الهيئه العليا اللي هم مترشحين داخل القائمه، فدول بيمثلوا قوه ضغط كبيره، وبالتالي الوفد هتنتهي ازمته، لان هو القائمه الموحده يعني ادت مهله للوفد لغايه يوم الاحد غدا. يا فندم القائمه دي ظهرت لان في تسريبات وفي كلام كتير جدا، كان في كلام حوالين القائمه، وبعدين اتغيرت الاسماء، وبعدين اضيفت اسماء، وبعدين ازيلت اسماء، وبعدين في ناس تم ابلاغها بانهم موجودين في القائمه، وناس ما تمش ابلاغهم وبالتالي تقدموا كمستقلين. القائمه الموحده اللي بتقول حضرتك ده مرتبط بمرشحي مستقبل الوطن مش الاحزاب الاخرى. يعني المصري الديمقراطي عارف مين بطوعه، يعني واحدة قايمة واحدة نايمة معروف العدد، التجمع عارف مرشحينه، الإصلاح والتنمية عارف ناس، والمؤتمر عارف، إرادة جيل عارف، العدل عارف، كل الأحزاب دي الأخرى اللي هي أطراف في القائمة الموحدة عارفة مرشحينها وسمتهم ومنتظرة بس إبلاغهم إن هم يجهزوا أوراقهم. المشكلة في أزمة الوفد والكثرة العددية داخل مستقبل وطن واللي هيتم حسمها غدا على اكثر تقدير، هيبقى متحدد الاسماء بتاعه الوفد والاسماء النهائيه لحزب مستقبل وطن داخل القائمه. هي المشكله الكبرى اخرى اللي مش ظاهره، مشكله ترشيح السيدات. في 142 سيده لازم يبقوا في القوائم الاربعه. مين اللي يشيل السيدات بقى؟ الاحزاب اللي واخده ارقام صغيره وبما فيهم الوفد بيقولوا المستقبل الوطن هو اللي يشيل السيدات كلهم، ومستقبل الوطن عاوز الاحزاب دي تشاركوا في ترشيح سيدات عشان يفسح المجال لشخصيات اخرى عنده، لان ال 284 في 142 سيده وفي 68 فئات اخرى اللي هم الاقباط والعمال والفلاحين. ممكن سؤال يا استاذ محمود؟ طالما حزب مستقبل وطن اللي هو عمره تقريبا 3 4 سنين، انا مش عارف عمره قد ايه الحقيقه، يعني من 2012 يعني، طيب يعني نقول 8 سنين يا فندم، طالما عنده تلك الكسره في المرشحين يا فندم وكعمل سياسي، لماذا لم يترشح منفردا ويطوي الاحزاب الثانيه تعمل قوائم يعني ليه طالما عنده الكسره دي؟ هو طرح الفكره ديت ولاقت قبول، يعني طرح الفكره ديت قال لك احنا مش عاوزين نرجع فكره الحزب الوطني، الحزب الوطني كان بيستاثر بالمقاعد كلها وما كانش بيدي فرصه لحد، وكان حتى في الشيوخ بيجوا بالتعيين، لكن مستقبل الوطن حب يعمل صيغه اخرى ان اصبح النهارده الشيوخ فيه هو ومعاه 10 احزاب،
النواب هيبقى فيه هو ومعاه 12 حزب بما فيهم احزاب معروفه باتجاه المعارض، فده فكر كويس. لكن في التطبيق بقى حصل صراعات سياسيه وصراعات شديده جدا وشرسه، وحصل النهارده كل يوم بتسمع نواب بيستقيلوا، ونواب كان احق بالترشيح لم يتم ترشيحه، بل الاكثر من ذلك ان مستقبل وطن طبق خطه احمد عز بتاعه 2010 بقى يرشح على المقعد الواحد اثنين وثلاثه باسم الحزب. وهو ده ينفع يا فندم؟ يعني احنا في مصر قديمه والمانيا سمعت ان رشحوا اثنين عصام فاروق وخالد القط الاثنين باسم مستقبل وطن مثلا. في هنا مرشحين كتير باسم الحزب على المقعد الواحد والثلاثة، ودي نفس الخطه اللي عملها احمد عز في 2010 والناس هجمته عليها وانتقدته عليها بشده. النهارده مستقبل وطن لجأ لهذه الخطه عشان يقلل حجم الانشقاقات والاستقالات داخل الحزب. ورغم من كده في بعض الناس استقالت وارتشحت مستقل وحاجات كده. هو ده اللي حاصل. يعني دكتور حمد السيسي نائب الهرم مطلع بيان شديد اللهجه واعلن استقالته وترشح فردي، محمد العقاد استقال وترشح في مصر القديمه، هاني مرجان استقال وترشح فردي في المنشيه وباب الشعريه وكده، واسماء عديده من النواب الحاليين ترشحوا فردي مستقل. وبالتالي رغم الاسماء اللي انت قلت دي كانت اسماء نشيطه جدا ومؤثره جدا وتمارس عمل سياسي رائع، ماذا تتوقع طبعا. ماذا تتوقع في الايام القادمه؟ هل المسائل اللي بنقولها دي هتتغير؟ هل القوائم هتطلع تاني ولا يعني ايه توقعاتك؟ لا هي القائمه هتعلن، والقائمه من غدا هتكون حسمه وهيتم ابلاغ الناس عشان يجهزوا ورقهم عشان تبقى في فرصه، لكن الاعلان الرسمي للقائمه لن يتم لاخر يوم اللي هو 26 هيتم الاعلان الرسمي عن القائمه. اشكرك. الفردي شغالين فيه والناس بتترشح وفي منافسه شديده جدا. ازمه الوفد غدا هتحسم او النهارده يعني في الاجتماع اللي هيتم، لكن في النهايه الوفد هيشارك ولن ينسحب. اشكرك شكرا جزيلا صديقي المحترم الاستاذ محمود نفادي.